السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي والطلبة الأعزاء، المتابعين الأعزاء، في هذه السلسلة الجديدة اللي غتكون موازية السلسلة اللي كندير بالفرنسية، يعني تقريبا غادي يكون فيها نفس المحتوى إلا أنه سيكون الشرح بالعربية. كتعريف أولا على هذه السلسلة، فهي تقدم كل ما يتعلق بالقواعد الشاملة لغير الإكزوستيف دو فرونسي كورون، سيدير لو فرونسي على ليكري سورتو، يعني الفرنسية يعني المكتوبة، القواعد ديالها الشاملة. من أول القواعد، ولا قبل ما ندخلو في القواعد الشاملة، أول حاجة ما هي المنظورات، ولا من أي منظور يعني يتم دراسة اللغة، بالخصوص اللغة المكتوبة. إذا المناحي ديال دراسة اللغة المكتوبة هي أربعة مناحي، ولا أربعة اتجاهات، ولا أربعة زوايا: الزاوية النحوية، الزاوية الصرفية، زاوية لو فوكابولير، سافودير القاموس، المعجم، المفردات، الألفاظ إلى آخره، ثم لوغتوغراف اللي يقدر نسموه بالعربية الإعراب. إذا هذه السلسلة هذه غتاخذ هذه المكونات كاملين، ولكن غتجي لهم بالترتيب، يعني غتبدا بلا غرامير، لا كونجيزون، لو فوكابولير، لورتوغراف، اتسيتيرا. أول حاجة، ما هي الوحدة التي بيان كيسك لا غرامير اتيل كومباس ديتود، يعني الوحدة التي يتخذها النحو كدراسة للكلمة، ولا كدراسة للغة. إذا الوحدة التي يتخذها النحو كدراسة هي وحدة الكلمة. النحو يدرس الكلمة، يعني la grammaire a comme pour étude ou bien pour point de départ pour l'étude c'est l'unité le mot، يعني الكلمة. من أي مناحي ولا من أي جهات ينظر إلى الكلمة؟ أول حاجة، من جهة تصنيف هذه الكلمة داخل الكلمات، يعني ما هو صنفها داخل الكلمات. نتكلم على الصنف بطبيعة الحال، كنتكلم على لي كلاس غراماتيكال، لي كاتيغوري غراماتيكال، لي كلاس غراماتيكال، إلى ناتور، لي ناتور غراماتيكال، لي تيب غراماتيكو، إي لي سو تيب أوسي، سو ناتور، سو تيب غراماتيكو. ثم لو غروبمون إي لي كومبينيزون أفيك لي زوتر mots, le groupement et les combinaisons avec les autres mots. Le groupement et les combinaisons avec les autres mots. يعني الترتيب ديال هاد الكلمة، ولا التجميع ديالها في كلمات مع كلمات أخرى. ثم آخر يعني آخر مستوى هو مستوى la sa fonction dans les groupes de mots. يعني إذا كانت الكلمة توجد داخل ترتيب، فإن أكيد ستكون عندها واحد لا فونكسيون، يعني لا يتم إعراب الكلمة، ولا لا يتم، يعني لا تكون لديها وظيفة إلا إذا كانت في مجموعة من الكلمات. اليوم غادي نتكلم فقط على الشق الأول اللي هو لا كاتيغوريزاسيون بارمي لي زوتر مو، سافادير التصنيف داخل الكلمات، وغادي نخلو هذوك الشقين إلى يعني حصة أخرى. إذا قبل ما ندخلوا في التصنيف، أول حاجة نذكروا مفهومين اللي هما مهمين: مفهوم النوع ومفهوم العدد اللي غادي نحتاجوهم في هذا الجزء. بالنسبة لمفهوم النوع، يعني لو جونغ، يعني الجنس، سواء لو فيمينا ولا لو ماسكولين، يعني المذكر أو المؤنث. بالنسبة لمفهوم العدد، يعني le nombre ou bien c'est le pluriel ou bien le singulier، يعني سواء يكون جمع أو مفرد. إذن أشنا هو التصنيف النحوي للكلمات؟ تتصنف الكلمات إلى صنفين نحويين. الصنف الأول هو la catégorie grammaticale des mots invariables، يعني الصنف النحوي للكلمات المبنية. والصنف الثاني هو la catégorie grammaticale des mots variables، سافادير الصنف النحوي للكلمات المعربة. يعني كل كلمة عندها صنفين، يا إما أن تكون في الصنف المبني أو الصنف المعرب. إذا ما هو الصنف المبني؟ Il est invariable tout mot qui n'admet pas d'avoir ni genre ni nombre. يعني كل كلمة ليس لها لا مذكر ولا مؤنث ولا جمع ولا مفرد، فهي كلمة مبنية. والعكس، يعني كل كلمة ليس لها، يعني
ليس لديها جونغ انور، يعني لديها نوع وعدد، يعني عندها فيمينا ولا ماسكولا، عندها بلوريال ولا سانجلي، وخا غير واحد من هادو على الاقل فهي تسمى كلمه معربه. اذا هادو هما الاصناف ديال الكلمات، ولا الاصناف ديال الاصناف النحويه للكلمات. ندخلوا مثلا، ندخلوا دابا نشوفوا الكلمات المبنيه، شحال ما هي كاينه ديال الاقسام في الكلمات المبنيه. اذا الكلمات المبنيه كاين فيها خمسه ديال الاقسام. Quelles sont les classes grammaticales qui appartiennent à la catégorie des mots invariables؟ بالنسبه للكلمات المبنيه ولا الصنف النحوي ديال الكلمات المبنيه، لا كاتيجوري دي مو انفاريابل، فيها خمسه ديال الاقسام، يعني 5 كلاس غراماتيكال. لي ادفيرب يعني الاحوال والظروف، لي كونجونكسيون حروف العطف، لي انترجيكسيون ادوات التنبيه، ادوات النداء، ادوات الندبه الى اخره، لي زونوماتوبي اصوات الحيوان والطبيعه والانسان، لي بريبوزيسيون حروف الجر. بالنسبه للي زادفير هما الكلمات اللي تحمل معناها في ذاتها، يعني عندها المعنى في ذاتها. اذا قلنا مثلا نو راه كتعني لا، كتعني لا. قلنا الجامي هي مثلا لا حتى شي وقت، يعني قلنا با وكذلك، قلنا لا هناك، او طون يعني مثل ما ولا قدر ما، الوغ اذا الى اخره. ثم لي كونجونكسيون تهما كلمات مبنيه، يعني ما عندهاش مذكر ولا مؤنث، مثلا كار دونك اي مي ني اور او اتسيتيرا. ثم لي انترجيكسيون اللي هما ادوات نداء وندبه. ثم لي زونوماتوبي اللي هما اصوات الحيوان بحال مياو، اصوات الانسان سنيف، ولا اصوات الطبيعه مثلا بوم كراك اتسيتيرا، يعني اصوات الكسر، اصوات الانفجار، اصوات الحيوانات الى اخره الى اخره، حتى الاصوات التي يحدثها الانسان بغير ارادته مثل العطاس، الكحه الى اخره، هذه كلها كتسمى اونوماتوبي. ثم كاينين لي بريبوزيسيون. لي بريبوزيسيون حاولت نجمعهم هنا باش نوصل 13 بريبوزيسيون، حاولت نجمعهم هنا الى لاحظتوا في واحد خمسه ديال ولا سته ديال الحروف. هاد ستة ديال الحروف هما أ سي دي أو بي إس، يعني إلا جمعناهم كنسمعو أكديبس. هاد أكديبس أ بحيث أ تكون فيها جوج، أو سي جوج، أو دي جوج، أو أو جوج، أو بي جوج، أو إس تكون فيها ثلاثة. علاش؟ باش يسهل الحفظ ديالها. إلا جمعنا شي شوية دابا هنا جوج أربعة ستة تمنية عشرة 13، يعني حصلنا على 13 ديال لي بريبوزيسيون. A فيها جوج يعني فيها A accent grave et avec، C فيها جوج يعني chez et contre، D deux dans deux، E deux en entre، P par pour et S sans saussure. يعني هادو هما إلا بغينا نحفظوهم راه مرتبين حتى على الترتيب الألفبائي، يعني A C D E P sans etc. voilà. الوغ بالنسبه لي زادفيرب قلنا اشنا هما وغادي نشوفهم من بعد بطبيعه الحال في التفصيل ديال لي زادفيرب، حنا دابا كنديرو بعبره دراسه موليه. بالنسبه لي زادفيرب كاينين هما الكلمات التي تحمل معناها في ذاتها. بالنسبه لي كونجونكسيون هي ادوات الربط او العطف ولا حروف العطف. هاد حروف العطف هادو حنا درنا فقط لي سامبل لحروف العطف البسيطه، مع العلم انه كاين حروف عطف اخرى، ولكن نقتصر على هذه الحروف العطف البسيطه التي يمكن ان نجمعها على العباره التاليه: مي او اي دونك اورني كار. مي او اي دونك اورني كار، بحال شي سؤال، مي او اي دونك اورني كار، باش يسهل علينا الحفظ ديالها. بالنسبه للانترجيكسيون باش نعرفوهم يكفي اننا ناخذ واحد لافوايل مثلا ا ونزيد ليها اش، كتعطينا A E H E O H O، ولا هنايا A، ولا نقلبوهم يعني نديرو H ونزيدو ليها اون فويال، بحال مثلا ها هي هو اتسيتيرا. الوغ فوالا. ثم لي زونوماتوبي، لي زونوماتوبي كيكون فيهم
كما قلنا الأصوات ديال الحيوان، الطبيعة والإنسان إلى آخره. ثم لي بريبوزيسيون، حاولنا نجمعهم على هذا الشكل هذا: أكدبس، أ، أفيك، شي، كونتر، دون، دو، أن، أنتر، بار، بور، سان، سو، سور. فوالا، هذا هو اللي كاين بالنسبة لهذا يعني الجزء الأول من سلسلة ديال القواعد الشاملة، لغاية الإكزوستيف. فوالا، بالنسبة للجزء الثاني غادي نتكلموا فيه على الشق الثاني، يعني على لا كاتيجوري غراماتيكال دي مو فاريابل، يعني الصنف النحوي للكلمات المعربة. السلام عليكم ورحمة الله.